أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ محمد هشام للحديث عن تطورات أسواق العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد. بداية لاحظنا خلال تعاملات الأسبوع الماضي العديد من البيانات المهمة، وأيضا نتوقع خلال تعاملات هذا الأسبوع أيضا بيانات مهمة جدا تعتبر من أفضل البيانات التي تؤثر على أسواق العملات الأجنبية. ماذا عن تأثيرات الدولار خلال تعاملات هذا الأسبوع؟ صباح الخير واهلا بك. صباح الخير. بالفعل كان الاسبوع الماضي الاسواق مترقبه بشده بيانات التضخم الامريكيه التي ظهرت يوم الجمعه الماضي، والتي اظهرت ارتفاعها لاعلى مستوياتها في 39 عام، حيث ارتفع مؤشر اسعار المستهلكين الى بنسبه 6.8، وهي النسبه الاكبر منذ يونيو 1982. وكل هذه أو هذه الأرقام تشير إلى أن الفيدرالي قد يتجه في طريقه إلى تجديد سياسته النقدية عندما يجتمع الأسبوع المقبل. هذه البيانات جاءت بعد بيانات سوق العمل التي أظهرت تحسن شديد خلال الشهر الماضي، وبالتالي عززت من قوة الدولار الأمريكي وجعلته يتداول بالقرب من أعلى مستوياته في 16 شهر تقريبا أمام أغلب منافسيه وخاصة اليورو. كل ذلك جاء بعد أيضا تصريحات من جيروم باول الذي قال أنه سيكون على طاولة الفيدرالي في اجتماع الأسبوع المقبل خيار تسريع وتيرة تقليص شراء الأصول. أيضا سيكون وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل هي التي ستحدد مسار الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات عندما يجتمع الفدرالي الأسبوع المقبل بإذن الله. نعم، يعني إذا نتوقع خلال تعاملات هذا الأسبوع تحديدا العديد من القرارات من البنوك المركزية. نتحدث عن البنك المركزي الأمريكي، الفدرالي الأمريكي، وأيضا الأوروبي. ما هي التوقعات وكيف أثر على اليورو تحديدا، خاصة فيما يتعلق بالمركزي الأوروبي؟ نلاحظ هناك ضغوط كبيرة على اليورو وصولا إلى أدنى مستوياته. بالطبع اليورو عند أدنى مستوياته في 16 شهر تقريبا، وكريستين لاغارد أكدت أكثر من مرة أن البنك المركزي الأوروبي لن يتعجل في تجديد سياسات النقدية. في مارس المقبل سينتهي برنامج الطوارئ الذي أعلن عنه البنك المركزي الأوروبي في بداية الجائحة، ومن الممكن تشير التوقعات أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بزيادة قليلة في برنامج شراء الأصول الأساسي، أو على الأقل بالبداية في برنامج جديد. نعم. وذلك قد يحد من ارتفاعات اليورو وليظل في أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي. وعلى الناحية الأخرى البنك الاحتياطي الفيدرالي إذا قام أو إذا ألمح بتصريحات أكثر تشدد ناحية رفع أسعار الفائدة أو تقليص برنامج شراء السندات، سيوسع ذلك الفجوة ما بين السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، وبالتالي سيكون هناك ضغط كبير على اليورو ومن ناحية. ومن ناحية أخرى ارتفاع الإصابات بالمتحور الجديد أوميكرون يضغط أكثر في ظل قيام عدد من الدول بزيادة القيود المفروضة بسبب انتشار الجائحة. نعم، يعني كل تلك العوامل ستضغط على اليورو. نعم، يعني ألا يزال التأثير لأوميكرون على الأسواق قائم، أم يعني أصبح أقل تعرضا للأسواق والتعامل أصبح أفضلا في الأسواق مع المتحورات من كورونا؟ هل يزال التأثير قائم على أداء العملات تحديدا؟ التأثير قائم ولكن أقل حدة، والأسواق لا تزال ترى أو تقيم الأوضاع في ظل انتشار متحور أوميكرون. وحتى اللحظة هي الإصابات التي تم الإعلان عنها هي عبارة عن إصابات خفيفة وليست متطورة كأي متحور آخر ظهر في الفترة الأخيرة، فبالتالي الأسواق إلى حد ما مطمئنة إلى آثار المتحور الجديد. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ محمد هشام، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.